انطلقت أمس الخميس منافسات الدورة 45 للبطولة الإفريقية للأندية البطلة لكرة اليد بمدينة العيون، وتعرف المنافسة مشاركة 11 فريقا في فئة الإناث و16 في فئة الذكور، تمثل 11 بلدا إفريقيا منها نيجيريا وأنغولا، مصر، تونس، كوت ديفوار، الكونغو، الكاميرون والسنغال وأثيوبيا. ومن أبرز الفرق المشاركة في فئة الذكور الأهلي والزمالك من مصر، وداد سمارة والرجاء أكادير ومنتدى درب السلطان واتحاد النواصر من المغرب، وجمعية النسائية الساحلية من تونس.